أنا ما أدري الدمع مل العين. يا الله عم تصوروا؟ عم تصوروا شو 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 هيدا شو عم تصوروا؟ سوري بس الكاميرات مبينين بليز يعني إذا بتزيحوا من الكادر. مو المعروف. حبيبي تأخرنا عليك؟ دق لك بشي الساعة 5 الله ينعم بس يخلصوا حكي ما آخ أنا رح أروح أجيب غسان ما تطول لما واحد يصور بمطعم يصوروا تلفزيون يلا ما في أي تلفزيون أنتو؟ سوري يا ريت بتخففوا صوتكم لأن عم نعمل مقابلة مو المعروف أنت والمدام بليز سوري يعني بنعتذر منكم يلا بنرجع نعيد ما في بجي يلا هل ذكرتك والسما مغيمة هو عليك الروح محتار أنا مدري الدمع مل العين مدري الدنيا مطار بس مش شايفه حضرتك من لبنان نعم حضرته فنان اسمه راوي وجاي من صار له 18 سنة برا وحابين نعمل له مقابلة بليز يعني أنا كنت برا هلأ فتت ساعة برا إيه مظبوط أستراليا أهلا وسهلا فيك حبيب قلبي انا لازمك لعنا شو مرة عجالي والله عراسي دي الشرف حبيب قلبي اهلا وسهلا حبيب قلبي راوي خلص ما بدنا نوقف بقى الموال كرمال لانه بدنا نفوت بالمقابلة اوكي اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من جيل اليوم اهلا وسهلا فيك الفنان راوي نحن عم نستقبلك ببرنامجنا من بعد اذا بدك 18 سنة غياب عن لبنان انا سامع بواحد اسمه راوي عنا بي لحظة بسدني ايه واحد اسمه راوي بيغني هونيك ما بعرف اذا حضرتك حبيبي ما بعرف ما بعرف بلكي رامي يا رامي يا راوي معقول يا رامي بس يا مسيو تفضل اقعد على طاولتك انا ما بدي ازعجكم فيك تعطينا بس 10 دقايق بس نعم انا بدي بيجي بقعد معك والله حبيبي لا خلي حبيبي انت وترنا ولا يهمك يلا بنرجع بنتابع حلقتنا راوي اول شيء بتشوف البرنامج اكيد بشوفه وما شاء الله عليك منور البرنامج سوري بس لحظه ما عليك ما اقول اياها راوي ولا رامي راوي ولا رامي بس حبيبي راوي 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 قلت لك راوي والله العظيم بيجي بقعد معك بس اعطينا 10 دقايق والله بيجي بعتب لك للصبح حبيبي حبيبي قلبي بعتب لك للصبح يعني بتغني له بغني له للصبح بس هيدي بقولوها بتعبيها تخلص تأخر هيدا اوكي لكن قلت لي انه بتشوف برنامج جيل اليوم انت على طول اكيد اكيد حضرتك منوره وبروجرامك ما شاء الله عليكي كل مفتاح السياره جبت لي وانا واقف يا مسيو حطينا مفتاح برا لان هون يا مسيو يا مسيو طلق لي المفتاح لحظه بس انا بعرف اللي بيجوا من استراليا يعني ما بيكونوا هيك بيكونوا متحضرين شوي انا شاكك فيه منه جاي من استراليا ما بعرف يلا نحن ماشيين اوكي تفضل استاذ يلا نخلينا نغني غنية تغني غنية لا لازم نعرف الجمهور عليك بالاول راوي انت 18 سنه غايب عن لبنان خبرني بغيابتك شو عملت وين باي بلدين بين المغرب نعم دبي ابو ظبي الاردن مصر يعني حتى. الحمد لله تقريبا كل الدول العربية أنا برمى نعم وإن شاء الله هلا مرجعون على لبنان بس مسكر عليك أنا يمكن ما بعرف إذا مسكر عليك لا أستاذ يا حبيبي بوس حبيبي بس إذا مسكر عليك يا مسيو مسكر ولا فاتح بس بده يظهر من شو يا خيمة بنفتح الباركينج بنعمل اللي بدك بس حطينا 10 دقايق شو مزاجك يا خيمة حطينا 10 دقايق يا حبيبي ما تاخذنا يا خيمة ما بطل حدا يقدر يحكي يعني بعد ما هنيتنا بدقيقتين سكوت مزعوجة المدام حبيبي خلاص بتحب تشتاق معنا؟ ما بيصير حبيبي هلا بس هلا شو ناطر اصحابي بس ليجوا حبيبي معك حبيبي نرجع بنكمل حلقتنا معكم مع الفنان راوي اهلا وسهلا فيك راوي عن جديد بدي رحب فيك بدنا بس لبنان هيك يهدى البال فيه ونرجع على لبنان ونولع ان شاء الله بالمهرجانات والحفلات الله راوي وشو بدنا يعني هيدي هي بتشكرك انا يلا جاي مقابلة ايه ما تطول انا ساعتين دقت اصنيف جاية جاية اصنيف؟ ايه ما بعرف ما دا 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 يا استاذ يا حبيبي والله اعطينا 10 دقايق يا مسيو ما صوتك ملعلع معنا بس اعطينا 10 دقايق بعتذر لحظة خلص اوكي خلص طيب راوي بما انه هلا عم بيصير في هيك شويه قصص خلينا نرجع نطلع بغنيه شو رايك يلا لعيونك
لكن صبرين بالحب هايمين وحنبقى حبيبي 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 حبي